السلام ورحمة الله وبركاته يا صباح الورد. يلا حيهم اليوم طالع من محايل إلى رجال مع أحد الأخوان المهتمين بالبن، أصر إلا أن يرتب لنا معرفة مواقع المزارع البن الكثيرة اللي يقول موجودة في ألمع. بعد التقرير طلع يقول أنت ما زرت إلا جزء بسيط، عندنا طلبات كبيرة حل البن، فلازم نعرف المزارعين والكميات الموجودة عندنا عشان نقدر نغطي جزء من الطلبات اللي حصلت. أنا أقول مستقبل واعد زراعة البن، ليت يتوجهون لها الأخوان الموجودين في الجبال، أساف الجبال في الأصدار، احتياجاتها المائية يعني نوعا ما معتدلة، جبال السروات مصدات جيدة للسحب، كمية أمطار جيدة، واليوم إن شاء الله نرصد عدد من المزارع ونشوف الكمية الموجودة معهم. ومرحبا ألف طبعا يا جماعة مع الأخ حسن القيسي، مرحبا ألف. الله يسلمك. صباح الورد. صباح. جاني من حسوة إلى محايل ما خلاني أمشي بالسيارة، كثر الله خيرك. خير الرجل خبير في مزارع البن الموجودة في حسوة المغلبة غير حورة قيس، يقول في مجموعة من المزارع راح نشوفها اليوم إن شاء الله. وها نحن اليوم طالعين في العقبة اللي فتحها الشاب على حسابه الخاص اللي تكلمنا عنها العام الماضي، وعلى حساب المواطنين برضه. وعلى حساب المواطنين يعني. نعم صدقت ان مساهم المواطنين الله. وعجبني ذاك الشاب وتكلمت فيها بمعداته، والمواطنين كل وقف بما يستطيع جزاهم الله خير. وها نحن الان نسير في الخط اللي فتحه جزاهم الله خير، وبنشوف مجموعه من المزارع اللي ان شاء الله يستفيد منها من الدعم ومن المبادره بحول الله باذن الله تعالى. وشاكر ومقدر والله عم احمد الله يحييك استاذنا الغالي. بالنسبة للبن يطرم السلامة فهو عندنا، وعندنا مهتمين به. نعم. شجرة البن يطرم السلامة الأصيلة يعني بلدية. نعم يا سلام. وأيضا كنت قبل ما يقارب شهر في مهرجان البن في ما شاء الله. وصلنا بداية حصة المغلبة حسن. نعم هذه بدايتها. إيش اسم المكان هذا؟ هذا وطن مذروة، وهذا الله. اللي فوق القرية القديمة هذه صوحة العطية. صوحة العطية ما شاء الله جميلة. حسن انا شفت البن ننتجه باقي صغير ما شاء الله، طولها متر وتنتج. والله يطرم السلامه هذا نوعيه البن جابها لي واحد. أيه؟ شريتها منه مشترى. ايوه وتقسمتها انا واخويه، ولما غرسناها اخذت لها فتره بسيطه وما امدت اوصل يمكن قرابه المتر الا وصارت ما شاء الله يعني في سنه سنه ونص تنتج. اي والله تنتج. نعم حلوه الفصيله هذه، كانه يبغى لها اهتمام من البدايه بسقية ونظافه. اي ما شاء الله. نعم. تحتاج سقي. اشوفها. نعم. قصيره وانتجت ما شاء الله. ومعلومه يعني اخذتها من الوالده اسال الله ان الله يطول في عمرها. امين. انه عندهم زمان ايه؟ حاجه يسمونها تحطيب بن. ايه يحطبون البن يعني العود القاسي لازم انه يطلع منها. لا يبقى فيها مريض. نعم يا صح. يسمونها تحطيب بن. ممتاز ما شاء الله الله يوفقكم. عموما كثر خيرك يا ابو يحيى. هذا ولدك؟ هذا ولدي ايمن. ايمن الله يبارك فيه يجي احسن من ابوه. الله يسلمك نسال الله انا اتمنى من ذلك. عبد الله يحيى ابن احمد ال مبشر اسير. ونعم. من حسوة المغلبة وبالتحديد من قرية الرحوب. ونعم. انتمي الى قبيلة حريكة، يزيدني فخر ويزيدني شرف ويزيدني امتنان. ايه شفت البن؟ اوه هذا بن. ايوه هذا قطعة عبد الله. والله الذي لا إله إلا هو. يا شيبان متوفي رحمة الله عليهم واسكنهم الله فسيح جنات، أنه كان يقعد بالشهرين وبالثلاثة ويطلع إلى 15 إلى 20 إلى 30 كيس منها. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. هذه هي البن عثري. برن عثري. الله سبحان الله العظيم في هذا الغابات. وشوف شوف 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 بسند شوف داخله الداخل شوفوا باقي. والجزء اللي متبقي في الجهة الغربية لها أنت تشوفه. سبحان الله. بن أصيل يعني من بن أصيل ولا أكثر من 120 أو 130 سنة. سبحان أجداد الله. أجداد أجداد أجدادنا. سبحان. إيش اسم المكان؟ هذا قرية الرحوب. قرية الرحوب مسمى هذا وادي وهسو. وادي وهس ما شاء الله وهس. وجميل الوادي هذا الذي يحد المنطقة أو يحد القرية من الجهة الجنوبية ما شاء الله لقبيلة بني زيد. ما شاء الله ما شاء الله. البير اللي يغذي المزارع زمان ما شاء الله المنطقة كلها متر واحد تقريبا بس ما شاء الله. وقديم قديم قديم ما شاء الله. هذا ايه؟ هذا هذا البير ايه؟ كان يغذي منطقة أو قرية الرحوب كافة. سبحان الله. والقرن المجاور لها. سبحان الله. في سنة من السنين والله إنه يذكر لي آدم. ايه أسأل الله أن الله يطول عمره. آمين. إنهم كانوا يطلعون من هذا في طريق من هنا. أيوة. إلى أن يذرفون بني زيد. سبحان الله. وكانوا يردون من هنا. إيه. على قرب أو على يسمونها لا داوة. لا وليس داوة. ها.
الدباه هذه مويه حجم أيه. دبيه اي دبيه ويجلبونها على الله المستعان هذا الجبال إلافه الله المستعان إلافه طبعا عطف الجبل هذا فيه كظامه اي وثنتين كظايم اصغر من هذه وتشاب موجود وش الشجره الكبيره ذيك الخضراء وعتم عتم وشبارك وسدر وجميع انواع العرار كان ياخذ انواع الاشجار ايه حتى التين البلدي التين اي البلدي البلدي هذا هو تشوف شوفوا اي والله شايفه عرفت ما شاء الله انما مشكلتنا القرود والهجره لا القرود اي ما شاء الله شفتها طبعا عمقه الان حول 200 حول 3 امتار او مترين ونص متر واحده ثانيه كظامه ها ما شاء الله وش البرايه فوقها ولا انا قمت سلام. انا اللي صفيتها وانا اللي عمرتها يا سلام وانا اللي نزلتها وسويت لها تنظيف الله يوفقك طبعا في وقر يسمونه وقر ايه وقر موجود هنا و و و وما 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 يصير المويه فيه ايه؟ الا في اوقات الخيرات واوقات صدقت وتراه يسيل سبحان الله يجلس الى 3 شهور الى شهرين الى 4 شهور والمويه تجري ما شاء الله بامكانك تشوفها من هنا هويتها ايوه يا سواء هنا او هنا ايوه تحط الدواء هنا تلبس الدواء طول السلامه وتقوم اي من على هذا المكان سبحان من على الله هذا او هذا هذا يسمونه ايه؟ منسم منسم او محمل يحملون ايه؟ عليه ايه على الدواء ايه؟ الدواء او ايه؟ اذا جاب الله يكرمك الدواب ايه؟ اللي يطلع ينزع يكون الحمار الله يكرمك ايه يكون هنا ايه ويكون ينزع من هنا ايه ويعبي في الجراكه صدقت ما بيجي جنب الحمار صدقت كرمك الله لا كرمك الله كرمك الله سبحان الله من يقول ايوه انا شفت طلح وعرعر وشث نباتات السرى كلها هنا نعم جميع انواع الاشجار التنوع التنوع واللي يجلبون اللي تجلب منها النحل أيوه. العسل السلام. ومن اجود انواع العسل اللي كان ينطر منطق عندك شيء عسل انت للمجرى ايه للمجرى ايه ولا السدر ولا الشوكه ولا الطلحه ما شاء الله والمنطقه تثبت علينا اي والله شوف اشجارها اي اي زهر اي ايه؟ زهر ابيض او شجره تثمر ابيض ايه؟ هذه مجرى على طول ما شاء الله ومن اجود انواع المجرى ما شاء الله ومن اجود انواع الاشجار ما شاء الله بعطيك معلومه يا ابو عندنا هنا في حسفة المغلبة طالع عمرك مرصد النحل بفضل ايش معنى مرصد؟ مرصد تهبلك طالع عمرك عود نحل انت تسوي الوية وطالع عمرك ايه وتخليه تصطاد فيه نحل اسبوعين ثلاثة طالع عمرك وقده مليان يستنحل مليان فكرة نحل. حلوة بنا اجيب لكم مراصد طبعا لا موجود عندنا نحل الله يوفقك لو في متسع ايه شوف لو طالع هناك تشوف هذه عتمة شوفها اي والله المويه على طول طوال السنه موجوده شوفها هنا شوفوا سهل هذا ما يقطع حتى ما شاء الله اي نعم حتى لو تقدر وكنتوا تسحبونه بمواسير زمان مواسير حديد ايه؟ هذا على في عهد عمي رحمه الله عليه وشكره الله جنات النعيم كيف بنوا هذا الجدران نعم شوف نعم. 6 متر نعم ولا نعم. صبه ولا سمنت ولا شيء الحجران اللي مبنيه هنا شوف شوف ما شاء الله طبعا احنا زي ما قلت لك بغينا احنا نحدث هذا رمان ايه هذا رمان وعثري على المطر على المطر سبحان الله العظيم هذا ايه ليمون ابو زهير برضو عثري عثري يلا يلا يكفينا يكفي الناس اللي ساكنين ما شاء الله هذا يا ابو ايه ما شاء الله معجبني لا سماد ولا رش ولا مبيد ولا اي شيء لا هذه ولا حتى موي ايه شوفها هذه شوفها شوف ثمرها اي والله لكن مصيبتنا من هذا القرود الله يسلمك والله مهما آفة ان شاء الله لابد من حلول هذا الشيء هذا الشيء طال عمرك هذه شبارك شبارك اوه شبارك رائعة ما شاء الله دائمة الخضرة تصلح البلديات والله تصلح البلدية تحطها في الشارع بدل وافضل من هذا اللي يسبب الدخيلة إيه؟ الدخيلة تسبب حساسية تسبب امراض تسبب ربو إيه والله هذه افضل من سبحان الله وترى تعمر ودائمة الخضرة ودائمة الخضرة والله حتى لو يكون ما في ماء إيه؟ ما يشترط وجود الماء ها شوف ما يشترط وجود ولا رش ولا مبيد ولا سماد ولا سبحان الله احنا بشام 70 طن لاحدى الشركات عشان الزيت هذا هو هذا البشام هذا البشام اوف بس ريحته غير اللي عندنا يا جماعه بري بري, بري. يطلع منه زيت شوف اي والله اي والله شفته وفيه زيت من اغلى الزيوت يا جماعه الخير البشام للبشام طبعا فيها شجره شوف السدر يقطعونه بطريقه معينه ما هو قطع تقليم 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 سنوي عشان تاكل المواشي فيها تالق يسمونه تالق تالق اعرفه تعرف تالق عارف التالق طبعا في اثنين ابيار لكن انا اتمنى منكم اطلبك للجوله وانت متفرغ ان شاء الله اجيكم يوم وانا لان في اثنين ابيار هناك موجوده ايه شوف السدره هذه فين هي زارعه سبحان الله العظيم عندي حسابي تبغى تنزل ما شاء الله زارعه في هذا في وسط الجدار وكم هي سبحان الله العظيم
هذا هو الطريق من هذا الجنب على الجسر هذا على الحجرتين ثلاثة أربع إذا قد في أمطار وسيول في هذا المكان. إضافة على ذلك الوادي من أسفل لين فوق كان مشتبك كذا بالأشجار. الله والله إن كان. طيب تحطيب أخذوها المحطبين ولا إيش اللي حصل؟ ها؟ ظروف الحياة والمناخ. والمناخ تغيرت. ولازم الحين مثلنا ومثالك أبوي الحين مهتمون بالبيئة نحاول ترجع زي ما كان. مثل هذه شوف عروقها. الله. لها عمر طويل. آلاف السنين إيش برأي هذه؟ برأي. لها عمر طويل أنت لو تشوف عرقها كانت ممدودة هنا لكن أنا أبعد من الطريق. حسوة عندنا مشهورة في رجال مع بالدخن وإن شاء الله باقي عندكم دخن باقي عندنا دخن وترى أنواع الدخن أيوة نوعين أو ثلاثة أنواع أيوة دخن حسوة أيه؟ معروف على مستوى المنطقة الجنوبية ب ب ب بشهرته وبلذته وبطعمه أيه؟ وبطعم مذاكه أيه؟ وبخدمته في المزارع أيه؟ ليس على ري وليس على سماد كيماوي أو مبيدات حشرية أو شيء من يوم تزرع حتى تحصل ما شاء الله. طيب قلت لي أنواع الدخن الدخن نوعين ايه؟ في نوع يجي له شوك ايوه زي شوك حق البرشوم أو شعيرات زي ممتاز تحميه من الطير إنه ما يأكل هذا رائع. ونوع الآخر اللي هو الحالي يسمونه الحالي أو دخن حسوة اللي النوع العادي يختلف في سنابله يختلف في طوله يختلف في وضع الحبة. طيب موجودة عندكم وصولها يعني عالم موجودة احفظوها نحمد الله ونشكره. بخلاف ذلك أنواع ثانية زي نبغى البلدي حقكم زي الذرة زي البزيدية البجيدة زي المصيف يسمونه مصيف كنز من المعلومات ومن أصول البذور وإن شاء الله الأخ أبو يحيى إنهم يحافظون على هذا على هذه الأصول الدينية لهذه الثمار والبذور اللي قال لي عنها رائعة ويجب أن تحفظ بحول أوه ما شاء الله. بركة إيش هذا؟ أو عين إيه؟ يعني هذا عين يسمى مواسط عين الواسط أوف. عين مواسط لا تقطع لا في سنة ولا في حسنة وشوف حتى خشب خشب ردمها من فوق يغطيها عن السيول يغطيها عن البعوض عن البعوض عن عبث القرود عن الحاجات الله. اللي تأثر على المنطقة لما تركز أو ايه؟ تعطي النور ايه؟ واضح ايه؟ أسفل ايه؟ ترى الموية موجودة شوف أنا شفت الموية شوف الموية موجودة شوفها يا سلام يا سلام ومن أعذب وألذ وأطعم أنواع المياه لا في المعادن معدنية مياه معدنية لا صدق ايه؟ لا طعمها لذتها ايه؟ للشاهي للشرب للعلاج كانوا يتعالجون منها لازم نعبينا ذا الحين جركل لا والله والله حقيقي والله حقيقي كانوا زمان ايوه فأقول لك كانوا يردون أمهاتنا وجداتنا الله يرحمهم رحمة الله عليهم وأسكنهم الله فسيح جناته وأسأل الله أن الله لا يحرمنا أجرهم ولا يحرمهم الجنة ولا يحرمهم التعب وما لقوه من مصاعب في كفاح هذا الحياة كان ياخذون مويه من هنا في أيوه؟ من هنا. أيوه؟ طبعا ياخذونها في داوه سمى داوه أيوه؟ او الله يكرمك زفه على حمار أيوه؟ مع الوادي أيوه؟ الزفه هذه كانت تكفي البيت 24 ساعه الله عندهم منيح بقره منيح أيوه؟ وعندهم اكلهم وشربهم وشاهيهم وقهوتهم ووضوءهم للخمس الفرائض سبحان من الله من الداوه هذه سبحان الله ويوم للغسيل ويوم سمونه كان يوم واحد في الاسبوع يوم يسمونه يوم المشاش يوم المشاش يوم المشاش او يوم المش او يوم الغسيل الله هذا في الاسبوع بهذا وبثوبين او ثوب واحد يغسله ويلبسه مره ثانيه الله طريق معكم يا ابو يحيى هنا مرعب لف واحد بيطيح على طول حقيقه والله مخيف كان في قصبه في اثر شوف في قصبه اي القصبه ذيك اللي كانت هي يسمونها برج مراقبه برج مراقبه هي يعني برج مراقبه ولا تزال عامر ما شاء الله جدا 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 موصوله من جوا اتمنى والله ان امان ان شاء الله نسجل حلقه كامله ان شاء الله لكم على انفراد الله تعالى المنطقه هجرت والمنطقة تحتاج لأمور كثيرة من خدمات عامة يعني أكلتنا المنطقة بظروفها وبظروف الطبيعة وبزي ما تشوف منطقة جبلية وعرة ولكنها منطقة جميلة معتدلة على طول السنة المحاصيل فيها على طول السنة ما شاء الله من البر ومن الذرة ومن الشعير ومن الدخن ومن العدس البجيدة البلسن العدس البن الجلجلان جميع أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة والصالحة للرعي والمستفادة منها أتمنى أنهم يطلعون عليها بحول الله طبعا القرية هذه ما تشوف القرية عميقة وكبيرة قديمة لها أكثر من 100 سنين أو فوق 100 سنة أو أكثر من 200 سنة من في تعميرها فيها مسجد تراث قديم وموجود ما شاء الله أتمنى أنكم تزورونه بحول الله حلقة كاملة لو تشوف المنطقة الآن تراها مزروعة الآن اللي شفت فيها زرع ربعي نعم. اللي هو ربعي يسمونه يعني في الربيع تزرعون البر والشعير البر والشعير والاسترالي والصيب يسمونه الصيب سبحان الله والمنطقة ما تقطع على طول السنة كانت مهدف وكانت ملجأ لجميع الناس
المحتاجين والفقراء والإنسان الذي يشقى بقوت يومه أو لقوت أولاده. الله المستعان. وأنتم من بعدهم إن شاء الله خلف صالح. أنحم سلالة رجال كرام وشهادة هذه القرية. رجال وشيبان الآن فيهم اللي على 100 اللي 90 اللي 85 سنة عاشوا بكدح وبتعب. ولا فكتنا إلا بموعد ها؟ لكن الله يباركك توكنا اليوم. أنا أتمنى وأطلبك بوجهي. وجهك عزيز. تكرير الزيارة. طبعا لو لاحظت هذا برج نسميه برج مراقبة. الرعيان تحمون. والله ما هو من الرعيان إلا عشان القرود. القرود آفة القرود في كل مكان. مشكلتنا الطرق والوصول إلينا ومشكلتنا المياه. المياه. ثلاث مشاكل رئيسية أتمنى. إن شاء الله أنها تحل. ما شاء الله برضو أبو يحيى عنده عسل ونحل ما شاء الله. هذا بلدي؟ هذه بلدية نعم. ما شاء الله. إيش نوع العسل ولا سدرة مخلط؟ على حسب على حسب الزمان وعلى حسب الوقت. ما شاء الله. الوقت السدرة يجينا سدرة ووقت الربيع وقت المجرة يجينا مجرة. ولا تنقل ولا شيء. لا والله ما يبارك لك. الله يبارك لك. ولا تقصنا. بسم الله بسم الله. عسى في عسل معك الحين ولا ما في؟ في حق البيت ولا شيء مثلك وشروات. الله يرزقك الله يرزقك. في البن بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب ما شاء الله في واحد طلب كميه كبيره وان شاء الله انك تعطيه. بسم الله ما شاء الله. كم عندكم كيس؟ 4 5 6. لا لا هو والله اخر ما طلبني اليوم يقول كل الكميه الموجوده لازم ياخذونها قشر بن. بسم الله بسم الله ما شاء الله بلديه ما شاء الله ما شاء الله الله يوسع عليك. هذا اللي يسمونه المطري. المطري عثري. 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 يشهد عثري. الله عالم الغيب والشهادة اني ما حطينا فيها لا كيماوي والله ولا سماء ولا قليل المطر وزراعة الله والسماد التراب اللي فيها اكرمكم الله ورفع قدركم. ما شاء الله بنشوف البن حقكم ولا الله يبارك في عيالك ويصلحهم ويصلح عيال المسلمين. بسم الله ما شاء الله الله يوفقهم. هذا البن اللي قبل شوية ورانا ما شاء الله. طيب تحوجونها وتجهزونها ولا تبيعونها زي ما هي؟ زي ما هي. الحين مزرعة برضو عثري على المطر ما شاء الله للبن في حسوة المغلبة برضو لأبو يحيى. بسم الله ما شاء الله. يحيى بن أحمد ما شاء الله ما شاء الله بنفس الطريقة بس ما هم حاشرينها حشر زي اللي شفناها قبل أمس. مفردينها وفتحين لها عقب من الوادي و... طبعا ترى عقمين هنا ما شاء الله ونطلع الغثاء لانه ابعدنا جزء كبير منها ما شاء الله علشان نقدر ناخذ معده بالمعدات لانه العماله كانت هنا او شبه معدومه او سيئه وان وجدت لهم زي ما قلت لك شروط متعبين يسمونه التوساد او السند او هذا يجي زرعه او يجي اقوى اقوى صدقت صدقت بخلاف الجزء الثاني من المزرعه طبعا هذا القهوه موجوده يمكن شو موجود شوفها موجود شوفها شوفها مثل ما تشوفها هذا وطولها كذا ما تطول اي ما شاء الله لا لا في حاجه ثانيه كانوا يسوونها طبعا اذا طال زياده عن اللزوم ويبغونها تفصد يسمونها تفصد يقومون بربطها من هنا بجزء زي كذا ويدنونها زي كذا يصير تصير هذه دانيه ما عاد تطلع يصير هذه تعطيك غصن حلوه تعطيك غصن فوق حلوه الفكره لما يدنونها يسمونها يدنونها اولا يربطها بالارض عرفت الفكره ممتازه الفكره وكان ما كان حبل كان الطفي يسمونه طفي اعرف الطفي طفي يربطونها بطفي طبعا كانت ترجع احد الفسائل ترجع هي الام تطلع فوق نعم يضربون عصفورا بحجر ايش هي انه ما تطول عليهم وتفوت وانهم اذا وقت الجنايه يجنون وهم مرتاحين يا سلام. بدون سلالم بدون انه ما كان اول زمان لا سلم ولا ما شاء الله ولا تبدل واحد ثاني زي صح يطلع فرع جديد ما شاء الله شوف هذا لما لقى الخير ولقى شو طلع ترى فرع صادق هذا هو شوف صادق هذه مفاتيح هذه لو تلاحظها وتشوفها شوف كيف هي تختلف عن الثانيه كلها شوف هذه فصيلة ناتجة منها أو ترى 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 لها 100 سنين ما شاء الله ما شاء الله والله إن عمر المزرعة هذه أكبر من 100 سنة ما شاء الله عن كان في وطن الذروة الذروة ما شاء الله نعم في وطن الذروة بحسوة المغلب حسوة المغلب الذروة نعم سلام بنك أنت عاد يعني ما يحتاج أسر حسن ما شاء الله والله حتى حبته كبيرة يختلف هذا نعم هذا هو اللي أنا قلت لك هو يختلف عن اللي صورنا تحت حبته كبيرة هذا تسقيه أنت سقي لكنه حتى ورقه ممتاز إذا قد كبر خلاص
ما شاء الله كل هذا بن والله حتى مثمر. إيه هذا ال هذا إيه ما شاء الله ما شاء الله. لكنه يثمر يثمر وهو لا زال صغير. نعم يعني هذا الثمرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ لا وين؟ في السنة مرتين. في السنة مرتين عندك جنية شتاء وجنية صيف. ما شاء الله ما شاء هذا الليمون. إيه ما شاء الله. الزهيري شكله كويس. إيه ما شاء الله. هذا اليوسفي. إيه ما شاء الله. نعم هذا الفرسك. فرسك أشوف أزهر حتى. الله. ما شاء الله. ويثمر. ويثمر ها؟ إيه. نعم. هذا اليوسفي مثمر. أوه إيه والله. مثمر. ما شاء الله. هذا الليمون. ما شاء الله إيه رائع أجواء رائعة حتى القلبين أوه ما أقوى ريحته ما شاء الله. التين التين المانجا. عاد ناجح المانجا هي. نعم الرمان ما شاء الله. أنا حقيقة يعجبني البن حتى الريحان عندكم لونين ها. نعم سوادي أحمر وبياضي. سوادي وبياض. يا سلام. نعم أشوف الوزاب هناك يا أخي. الوزاب هذه النبتة اللي أحبها أنا وشاهيها وكل شيء فيها. جوافة بتنجح إن شاء الله. هذا الرمان أوه والنحل في الزاوية ذيك. والنحل موجودة نحمد الله ونشكره. آه شاء الله الله يبارك لك فيها. بس تقول كنت في الحصن هذا ساكن؟ لا هنا الحصن ذاك. إيه ما شاء الله قال مثمر وناجح ما شاء الله. هذا البرتقال طالع. إيه برتقالية. هذا ما شاء الله مثمر نحمد الله. والله لا مواد كيميائية لا شيء ولا بس نبغى توسع نبغى توسع. 100 شجرة 200 هذا ايش؟ هذا الكرز. الكرز اوه ما شاء الله. اول مرة اشوف الكرز. لا والله هذا ناجح هنا الله. الكرز نعم. يا سلام. هذه رمانة. لا والله هذا هيل. هيل هيل اوه ما شاء الله. هذه انثى وهذا ذكر. يا رجل نعم ما شاء الله. تنتج الهيل هنا في المع؟ ينتج ما شاء الله. نعم. طيب ودي واحد يجرب الشاهي. انا سمعت ان الشاهي ناجح. الشاهي والله الشاهي ناجح بشكل. هذا البن هذا دفعة الشتاء. هذا الشتاء نعم. ما شاء الله غرائس بن جديدة. يا سلام. أذكر غرائس بن ممتازة وما شاء الله عليكم. طيب وهذا بر ها؟ هذا بر. يا سلام يا سلام. وصلنا بيت الأستاذ حسن ما شاء الله القديم. المعجبني أنه حجر وتليس. يعني البيوت القديمة اللي كانت أول حجرية اللي معزولة حرارة وبرودة وكل شيء فيها طبيعي وليست. شوف كم عرض الجدار متر تقريبا ومليسة وسقوبة خشبية وبنى دور مسلح فوقها. سبحان الله بلا عمدان بلا أي شيء. بسم الله ما شاء الله. شوف الزاوية كيف الميول حتى يصل فوقها. هناك برضو بن ها في المزرعة عثري ما شاء الله. والله فيه فيه بيتوجه زراعة البن. وهذا الخزان الله يمكلفني يمكن قرابة 14,000. الله يوفقك إن شاء الله ويفيدكم إن شاء الله. على موية السطوح. اي والله. يا سلام فكرة جيدة. نجمع طال عمرك وأسقي ذا الأشجار البن. يا سلام عليك الفكرة. عنده بن ويسقيها باليد. شوف الجراكل كيف قاعد يسقيها. عصامي مكافح مريع يحيى. مريع يحيى بسم الله. هذاك الشايب من العشر شجرات ولا الخمس اللي برا الصغار. الله ما شاء الله. هذه من شجرة واحدة. من شجرة؟ نعم ما شاء الله. هذا من يبارك شجرة واحدة. هذا بعد ما جففته شجرة من برا الحجر. شوفوا من الداخل كيف تليس والسقوف زي ما هي خشب وطين ومعزول حرارة ومعزول برودة وعرض الجدار متر إلا يمكن 80 سنتي أعتقد. ما شاء الله عليك. إطلالة رائعة على المزارع وعلى رائعة جدا ما شاء الله. هذا الدور الثالث فوق البيت الحجر. نعم من الزوايا كلها اطلالات. الله صلينا الجمعه ما شاء الله في المسجد الهادي الرائع صدر حسوة. صدر حسوة وخطبه جمعه رائعه والان واصلين مع الاستاذ حسن نزور احد الاخوان اللي مهتمين بالبن. مهتمين الوالد الغالي عبد الله بن عايض. عبد الله بن عايض ايوه. سمعت حتى باقي الحرث عنده على الثيران وال... ها والله. ان شاء الله ما شاء الله. هذا مدخل بيته لكن انت ما شاء الله ناخذ في جوله في ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله جبل مبرون يا سلام. ايش هذا الغابات اللي ما حد يعرفها ما شاء الله. هذا حد ذاته الجبل هذا استثمار. البرشوم لتر الزيت 3000 ريال. شوفوا مليان برشوم احنا في عز الشتاء وكله برشوم الان ولا احد يستفيد منه
لا مواشي وهو أعلاف وهو زيوت وهو كريمات وهو شامبوهات. بسم الله ما شاء الله، عرعر زيتون عتم ما شاء الله ما شاء الله، موية ما شاء الله. هذا صدر حسوة ما شاء الله، طلعنا طلوع رهيب. البلاد اللي هنا واصلة، المزارع مهتمين يا حقيقة. أي والله وطن الذروة، وطن الذروة هذا. ورقم راح يوب ذاك النبي ورقم. يا سلام والله، هذا استراحة رهيبة، جلسة غير عادية. هذا بيت الوالد ما شاء الله ما شاء الله، هذا جوهر جميلة ما شاء الله. هذا شعيبة يا ابو جاسم، شعيبة هي مزروعهم تسمى بالثيران. ها الله ما شاء الله، وشغل هذا الرجل ما شاء الله، يعني ما تدخلها حرة هذا. لا لا ما شاء الله، ها الحرة هذا ما تجيها، اريح انا ربي معك. ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. العم عبد الله بن عايض من حسوة المغلبة، صدر حسوة ما شاء الله، ومعه هذا البن القديم. كم له سنة يا عم عبد الله؟ والله ما تقل عن 80 سنة. 80 سنة ما شاء الله، من يوم مزرعة، يعني أصايل من بن ألمع وحسوة. الله الله ما شاء الله. وكانت المزرعتين هذه واللي أسفل بن، أي ما شاء الله، ولكن مثل ما أسلفت. الله الله، لا تسقون ولا شيء، ولا شيء عثري ما شاء الله. الله يوفقكم ويبارك على سيلم شعائب في هذا الجبل. الله الى راس الجبل، الله جبل عظيم ما شاء الله ما شاء الله. هذا بن جديد يعني. الله اي غرايس ما شاء الله، نفسه يهل نفسه اي ويقوم ما شاء الله ما شاء الله. والله ما شاء الله، ما دام معثري ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا ردات الاعلان من المسيح ما شاء الله عليك. بسم الله عليك، بسم الله عليك، كلها بثيران، وعمل الثيران أحسن من الحرة. ترى هو لا يرصع الأرض ولا يتعبها، صوحا ذات لها سرة هناك ما شاء الله تركنا. الله المستعان، لم نعود نقدر نعمل. الله ما قريب البيت الله يوفقك. الله يوفقك يا عم، الله يوفقك ما شاء الله. الله يستر عليك، الله يرعاكم ولا يهينكم ويكثر خيركم ما شاء الله. حط خشب في الجدران، سيقان وشجر ما شاء الله، ارتفاعها يمكن 7 متر الثمار الوحدة. الله يستر لو يطيح واحد. الله، شوفوا كيف هذا الغنم عايش على السدر، شوفوا كيف يقطع السدر بطريقة معينة، ليس قطع من الأسفل، قطع الغصون سنويا، يشب السدر ويصلح وتشال الأمراض وتتعلف الغنم. وشوفوا ما شاء الله كيف الغنم صالح عليها وجيد. بسم الله، هؤلاء أهل حسوة وأهل المناطق هذه يستخدمونها علف بعد انتهاء موسم الزهرة وموسم الجنة، يستخدمونه للخبز والمواشي وللغنم، يسمونه محمض ما شاء الله ما شاء الله. هذا الصقر تقيس مسك ولا هو بري ولا ها؟ لو مشينا بيطير؟ ايوه نبغى نصيده يا او طار. برضو هذا موقع فيه ما شاء الله كمية من البن لا بأس بها، والناس يحتاجون بس توعية وبيديك الزراعة بحب.